أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. السلام عليكم، أنا ياسين عمار بنت مينا محمد بن الخير، بغيت نوصل هذا الملك محمد السادس الله ينصره ويطول لي عمره. اشنو واقع ليا؟ انا من نهار خلاقيت من بنت 9 سنين وانا معرضه للعنف والضرب والتكرفيس، وضربني واحد في الموس يعني تعذبت. ومني خرج من عند جدي مشيت على حضمرة دارت لي اكثر من جدي، اكثر من اللي عايشه من 15 عام. جيت جديده بقيت نتكرفس نتعذب ونحسكم ساريه في متلاوحت كنتلاوح، ومن فوق كيقول لي تهبيله. انا مهبيله ما والو، انا الشي كامل دايره باش نعرف اب ديالي. كنمشي عند مي كنقول لها مي وريني با، كتقول لي بغيتيني نوريك باك تنعطيك الفلوس. انا راني عيت من تلاوح وعيت من تكرفيس، باشني ديك نهار مشيت في العيد مشيت كاسي حضرت راسي وجريت عليا، مشيت على الجرداميه هربت حضر معايا ولد ربي امي. مشيت طلعت وكيل الملك في 3 سيدي برنون ثم داروا معايا حتى شي حل. انا عيت في التكرفيس وتعرضت شل المشاكل الغطيسه كل شيء، يعني حياتي اللي حضيت فيها ضاعت ليا. ودابا كنتمنى من كل قلبي يسمعوا الناس الميساج ديالو والله يجازيهم بخير. اشنو واقع ليا؟ كنمشي عند مي مشيت عند شي الناس قالت بنت حوسن بكري، هاد حوسن بكري مشيت عند عائلته هو ما كنعرفوش، هو لاباس عليه كيسكن في كازا عنده 2 بنات وولد. كيعاودوا عليا خيط بنت عمراني، كيعاودوا عليا الناس من عائلتي يعني خوت يعني من فاميلة وحده. ومني مشيت عندهم تاني قلت لهم شوفوا لكت انا بنتكم ما تخلونيش تلاوح مشرده في الزناقه، مره بيته مره واكله مره مشاربه. كيقولوا لي كيقولوا لي لكت بنتنا مرحبا بك على راس وعين، ولكن خاص امك هي اللي تجي على الجرداميه تقول انا باش نمشي عند امك تقول لي تمشي بنتي. انا راني عيت في التلاوح وعيت في المشاكل، كتقولي تمشي بنتي. وباش ني كمشيت انا مشيت قالوا لي تي بنت عبد السلام وطاني الله يرحمه راه ميت دابا حاضرين غير ملكته. باش نمشيت عندهم تو قالوا لي نفس الهضره، وكلوني وشربوني وعشوني وبيتوني عندهم. ولكن قالوا لي تي بنت حوسين مشي بنت خونا، وكنت بنت خونا غنديروا جهدنا ونديروا معاك تحليله، حتى هم قالوا نديروا معاك تحليله. ولكن حنا مأكدين شرب بنت حوسين بكري. مشيت عند عائلة حسين بكري قالوا بنتنا حنا بجهدنا غنديروا معاك، يعني ماشي بنت خونا. خاص امك هي اللي تقول امي باش كنمشي عندك نقولها وريني با حقيقي، كتهرب كترفضني كتقول تمشي بنتي. وعاد بنت عايشاها مكلهم شربها وانا كنبات في الزناقه وفي البرد. مشيت خدمت حد القهوه خدمت فيها شهر وما خلصونيش، قالوا كنخلصوا شهر ما خلصونيش. ديك الساعه كنطلع في اوراقي في حلمانه درت غير بوحدي، ما صمش راسي محطوطه في عاقل زيان. مشيت قالوا لي تي بطلتي النهار، قلت لهم عطوني غير فلوسي ما بغوش يعطوني فلوسي. فيما مشيت كيحقروا عليا كيقولوا لي تي غير هبيله وكيضربوني، وانا راني عيد في التلاوح وعيد في التشرد ديال الزناقي. حتى انا بغيت با يكون في جنبي ولا خوتي، شي نهار ولا مجوجه بخوتي. ديك نهار جاني ولد الناس قال انا سمحي يا بنت الناس انا راه ما نقدرش نتزوج بك، انا حقاش شي بنت زنقه مابقاش قادره صابره. راه صبرت عيد فيما مشيت باكيه فيما مشيت ملعن فيما مشيت يقول لي تمسطني. انا ممكن الخامه والو، انا ما نكرهش نكون حدا والدي وفي عائلتي. كنبان في الزنقه الناس معيدون معيده في الكمساريه مصيبه فين بات، ناس معيده فرحانه مع عائلته وانا طالبه الناس باش كنعيد عندهم. هذا هو الجهد. ولا سمعتوا لي الله يرحم لكم والدين شكرا. الميساج بغيت نوصل للملك محمد السادس، انا راني عيد في التلاوي.